كميوت عطنا لبينا علي فايروس وعطنا تعال وين رايح عطناك لو ما عطناك تدع على راسك حيل ياباني تدع على راسك على اليابان اجى العراق وجايب السود والاسيا هاي هاشتاق مقصود تعرفين اليابان؟ لا وقفنا الكمبيوتر الياباني عطناهم خلاص العراق يفوز الحمد لله فازنا على منتخب الياباني اللي كان يصنع السيارات اليابانية الغيرة العراقية تنتصر على الكمبيوتر الأمريكي والياباني وعلى كل الدول العظمى هذا العراقي من يصول هذا العراقي من يجول ماكو كبير في حضرة العراق الله طفل ياباني اليابان فريق صعب بس العراق وقف برغم الإمكانيات وظروف المربية العراق إذا كان في وقت يعني زايد الإجابة والهدف الثاني مع الأسف لأن ضكوا عليهم يا أخي بسرعة يعني هم ما شاء الله يعني ما شوفها يعني يجي منها يطلع منها يجي منها يطلع منها ماكينة أكيد ماكينة أول شوفك بعزدهم مصارة يا بغداد شمرنا عليهم وي وعطلنا كان جوعان عسد عشة يا باني مصارة يا بغداد مصارة يا بغداد سويتوا هو فاز على ألمانيا وفاز على إسبانيا بس هذا العراق هذا العراق